السلام عليكم، حلقة جديدة من لعبة كلاش اوف كلانز. اليوم في عنا تسريب رهيب لشي كتير جديد وكتير مطور بالتاون هول 9 اللي الناس ما بتعرف عنا اي شي، وهنحكي بهذا الموضوع وشوية شغلات تانية مع مباريات مباشرة. خليكم معنا، لا تروحوا لأي مكان. إذن يا أصدقائي، بحلقتنا لليوم في عنا بطاقة تسريب قوي جدا جدا جدا. قبل ما أدخل بالبطاقة وأحكي عنها، بدي أقول إنه يعني كلياتنا نعرف إنه للي ما بيعرف يعني واللي بيعرف منذكر إنه لحنا اللعبة هلأ بالوقت الحالي بوقت صدور هذا المقطع هي بلدر هول 6. القرية تبعك الليلية ما فيك تطورها أكتر من ليفل 6. طبعا الشيء اللي بنعرفه لما نروح على مبنى الباركس لنشوف الجنود الموجودين باللعبة، هنلاحظ انه اخر جندي نازل هو النايت ويتش، وهنلاحظ انه قريبا حيجي شيء اسمه الدروب شيب اللي هي واضح شكلها ما بدنا نحكي عنها اي شيء خلاص. وعلى هذا الحكي بده يكون على التاون هول 7 وعلى التاون هول 8 السوبر بيكا. طبعا قولوا لي بالكومنتات اذا انتم شايفين هدول الشغلات او عارفانين عنهم ولا لا، حابين اشرح لكم عنهم لانه الموضوع هذا سهل ما له تسريب، هذا الشيء كله واضح قدامنا ما في اي شيء. هدول حينزلوا مثل ما قلت كل تاون هول جندي شكل، ولكن الان بدي احكي لكم عن جندي بده ينزل بالتاون هول 9. اللعبه كلها ما مجهزه لسه لتاون هول 9، ولا حدا بيعرف شيء. يعني بتوقع قناه الوان جنجن 1 من اوائل خلينا نقول القنوات اللي عم تحكي عن تاون هول 9، وحتى تذكرونا ان شاء الله اذا نفذوا هذا الشيء اللي عم يجربوا بالتاون هول 9 جندي جديد عجبني جدا جدا جدا، اللي هو صورته صارت واضحه قدامنا على الشاشه. هذا الجندي هو اسمه سكيلتون بيبي دراجون. اذا السكيلتون بيبي دراجون هو عباره عن جندي، الميزه تبعه هلا هن بصراحه عودونا سوبر سيل انه بيتزاكوا كثير، بيتزاكوا احيانا. كيف يعني؟ يعني بيروحوا خاصيات وبيجيبوا خاصيات. هلا هن اللي عملوه بصراحه، قبل ما نحكي عن الجندي اكثر هون لوضح لكم هذا الموضوع، البالون بالليليه ماله مثل البالون بالنهارية. بالنهارية البالون شو بيعمل يا جماعة؟ بينزل قنابل، صح ولا لا؟ بينما البالون بالليلية واضح انه هو بينزل سكيلتون، يعني مبدأه مختلف ليس نفس الموضوع. اذا هذا بالنسبة للبالون. طيب هون شو عملوا لنا؟ نزلوا لنا السكيلتون بيبي دراجون، هو عبارة عن بيبي دراجون بيطير، وما في اي فوتج اي صور متحركه عنه لغايه الان. ححاول اذا عجبكم الموضوع اني اجيب لكم اكثر عنه، معلومات اكثر عنه، بس هو عباره عن خلينا نقول طائر او جندي طائر، لانه بالنهايه بسموه اير يونت باللعبه، بينزل قنابل، بيرمي قنابل مثل مبدا البالون الاساسي بالنهاريه، بينزل القنابل، ولكن عاملين فيه حركه قريبه من اللي بيعرف الجاينت سكيلتون بلعبه كلاش رويال. يعني هو حينزل قنابل ويضل ماشي بيستهدف الدفاعات، ولما يموت بينزل من ايده قنبلة كبيرة بتعمل 4 أضعاف الدامج. طبعا هي كل المعلومات الموجودة عنه، قديش حيكون ياخد يونت وشو الاشياء الفظيعة، كل شي بعرف انه هو هي ميزته. والسبيشال ابيليتي بتعرفوا بالليلية في شيء اسمه سبيشال ابيليتي ميزة، هذا ما بتوحش، يعني ما مثل البيبي دراجون بتوحش وتكون لحاله، لا تنزل 10 منه مع بعض نفس الشيء، او واحد لحاله نفس الشيء، بس لما يموت بينزل القنبلة الكبيرة اللي بينزلها الجاينت سكيلتون بكلاش رويال اقرب مثال لها، وبتعمل ضرر كبير. ما بتوقع، توقع شخصي ما بتوقع ابدا انه الجندي حيكون فيك تعمل منه كميات كثيره مثل ما بنتخيل ايام البالون كنا نعمل كثير، او حتى البيبي دراجون حيكون اقل، يعني يمكن فيك تعمل منه بكل كامب 1 أو 2، يعني 1 بالبدايه يمكن 2 بالنهايه، هذا المكسات تبعه لانه قوي كثير، فكرته حلوه وجميله. قولوا لي شو رايكم بهالجندي، وهل تتوقعوا فعلا كلاش اوف كلانز حتوافق عليه؟ يعني هنا عم يجربوا، في عندهم اداره معينه بيقولوا بالنهايه هذا الكرت حنستعمله، لا هل توقعوا توافق عليه ولا لا؟ واتوقع لما ينزل ان شاء الله اذا اعتمد عليه انا حستعمله، لانه بحب هالنوع من الجنود كثير، وحنتذكر مع بعض بيوميتا انه نحن من زمان بالقناه صار معنا هال
شغله وحكينا عنها قبل ما تصير. بنيجي لكلاش اوف كلانز هلا لنشوف شو اخبار المباريات المباشره. طبعا اول شغله بنشيك بشكل سريع. خلاص ما عاد بدي شيك كل مره على فكره. ما بعرف شو هو نوع الحاله الادمانيه اللي بتصير، بس انه بصير كل عندك فضول تعرف انت شو ترتيبك بحال الوقت الحالي. الحمد لله ساعدنا الترتيب الاول على سوريا، قطعنا ال 4500 كاس، مع اني ما عندي اشياء ماكس باللعبه غير شغلات معدوده. يعني الدفاعين الوحيدين الماكس اللي عندي هن الارشر تاور فقط، ولا دفاع ماكس تاني. قدامكم الصوره واضحه، لسه مطولين للمكس يعني شوي شوي. ما عندي جواهر، استعملتهم كلهم بالجيف اويز اللي عملناها بالعيد. هاي كل البنايات واضحة قدامكم. وبالنسبة للجنود ما عندي غير البيبي دراغون، بتوقع اذا بشوفهم من هون ببين. البيبي دراغون هو الوحيد اللي ضاوي احمر اللي هو ماكس 12 اللي عم بستعمله حاليا، وعم بستعمل الباتل ماشين اللي هي حاليا الليفل 7. هاي طاقات الليفل 7 اتوقع انه هي يعني مسلية جيدة، وبتمنى وصلها ليفل 10 قريبا. مشان هيك هلا عم حاول اني في عندي مبنى مو خالص، يلا ما بيأثر. هو البيج بومب، مع انه البيج بومب ولا البيمب العادي والله ما بعرف اذا البيج بومب بيأثر كتير. طبعا هتلاحظوا هلا صعوبة المباريات، عم بلاحظ انا صعوبة بصراحة وقت عم لعب لحالي بدون تسجيل. عم مثلا عم بربح مباراة اخسر مباراة، اربح مباراة اخسر مباراة تقريبا، يعني هذا الاغلب. السبب هتفهموا هلا قصدي تمام، من نوعية الخصوم اللي عم تطلع لي. اول شيء عم يطول السيرش، ما عم بيكون سريع كتير، بس بنفس الوقت نوعية الخصوم اللي عم تطلع لي عم تكون اغلبيتها يا اما اذا ما كانت قاعدتهم ماكس بيكون جنودهم كلها مثلا الباتل ماشين ماكس، مثلا عندهم بيكون تشكيلات مثل مفجر اسوار ماكس مع بربر ماكس مع جاينت ماكس مثلا، ممكن يكون عندهم بيبي دراغون ماكس مع مينيون ماكس ويل هيرو ماكس. يعني هي هالتشكيلات هي اللي بتلاقي فيها انت صعوبة لحتى تربح. ليك ولا هذا عنده كتير بنايات ماكس، ليك الاثنين كراشر ماكس عنده، والدفاعات الجوية كلياتهم ماكس. اذا هذا ما حنقدر ناخد عليه اكتر من نجمة. السور هذا اول مرة بشوفه بحياتي بصراحة، ولا مرة شايف حدا مطور السور هيك كله، ولا مرة مشايف حدا مطور السور هيك كله. يعني هذا اللاعب اللي عم لعب ضده ما بعرف شو وضعه، اسمه ريجينج بول من دراغون بول. هذا ما بعرف حتى هون مزين، يعني مو طبيعي. هذا مرعب يا جماعة، هذا كل شيء ماكس. لا خلاص هذا شكلي انا ههجم عليه وانهي الحلقة، ما طبيعي. شو هاد مالي غير هالزاوية انزل منه، وحاول اني اخذ عليه نجمة بدي نزل الهيرو. بتعرفوا ليش؟ مشان هو ياكل ضرب من الحرقة، اتوقع هذا اللي بدي ساوي. لاحظت كتير في اسئلة بتقلي ليش بتنزل احيانا البيبي دراغون بنفس القرنة. لانه يا جماعة الخاصية تبعهم مو شرط دايما انك انت تستعملها، لانه مثل هذا الاصلاح اشغل هاي مثل هذا الخصم، اذا نزلت بيبي دراغون من هون هذا البالونات بيدمروهم يعني بثانية. ليك الهيرو تبعي ما قدر يفتح السور. يا حبيبي ما قدر يفتح السور، وعم نحلم بالنجمة، ما بعرف حنجيبها ولا لا. 42% لغاية الان، 42% لغاية الان، 42%، 45%، وما قدرنا نجيب عليه ولا نجمة. ما بعرف يعني ما بعرف شو هالخصم. يمكن لو كنت وزعت الدراغونات كنت جبت 50%، لانه فوق كان لحقوا اخذوا مبنيين قبل ما ياخذوا المبنى الثالث. عم شوف هو شو عم بيساوي، شو عمل فينا. واو، اذا طلع لنا خصم عنده نايت ويتش، يعني اجدد بطاقة ماكس مع مينيون ماكس مع هيرو ماكس. لا هذا عالم تاني يا جماعة، هذا اللي طلع لنا عالم تاني. طبعا انا عم بيطلع لي صعوبات، بس هي بصراحة اصعب خصم يطلع لي. يعني على شوي كان جابني 100% كمان. هلا هذا خصم شوي مقبول، مو كتير، شوي. بدي احاول افكر انه يا ترى فيني بالهيرو على الحل وصل لعند هذا المبنى ولا لا. اذا وصلت بقدر اخذ نجمتين، اذا ما وصلت بدها تخرب الهجمة تبعي. هو خيار صعب، بس احنا مع الخيارات الصعبة وبنتمنى انه الهيرو تبعنا يوصل لعند هذا المبنى. تعالوا نشوف حيقدر يوصل ولا لا. يلا يا هيرو، يلا اضرب ضربة، روح على المبنى على اليسار، روح على المبنى على اليسار، اضربه اضربه اضربه. واحد
الاثنين. لا لا الجنود لا، الجنود نزعوا الخطة، الجنود نزعوا الخطة. إذا الدفاعات الجنودية نزعت الخطة اللي كنت مفكر فيها. طيب مشان هيك هلأ بدي أحاول إني أعمل هيك وأعمل هيك بهالطريقة. شوفوا البالونات راحت على اليسار والبيبي دراجون على اليمين اشتغل شغله. خسرنا بهالحالة 3 بيبي دراجون تقريبا لا قدرنا نعوض، وبالتالي هلأ صارت الأمور كتير صعبة. بس بكل الأحوال بهالحالة بنقدر نوزع على أمل ناخد نجمة. المفروض ناخد نجمة، أتوقع لأنه المباني تبعه هلأ صارت البرانية كلها حتتاخد. مفروض يعني منطقي يعني أيوة النجمة أخذنا 53%، تسلا راحت حلو، راح المورتر 62% كمان 65% كتير منيح كتير منيح. أنا حاسس إنه هاي المباراة منيحة، حاسس هاي المباراة منيحة. قوة هذا الخصم صحيح ما ملزومة، اللي بيحق لك تعمل زوم على فكرة حتى لو طالع لك يور أتاك وكذا. قوة هذا الخصم هدول الدفاعات الجوية الاثنين ماكس، هدول اللي ورا هدول هنا اللي أزوني أكتر شيء على فكرة، هدول اللي كتير. اوه فيكتوري، قلت لكم في عندك بهاللعبة بيصير نوع من الإحساس، هذا الإحساس بيخليك تعرف انت ربحان ولا انت خسران، انت وين رايح انت وين جاي، يعني هالشغلات هاي. بكل الاحوال مباراتنا الثانيه كانت حلوه، قلت لكم بصراحه يعني انا ما بكذب عليكم، قلت لكم انا لاعب فظيع، انا عندي كله 5 ولكن عم بربح الكل. لا يا اصدقائي، مباراه تقريبا فوز خساره فوز خساره فوز خساره تقريبا، يعني الاغلبيه هيك، احيانا خسارتين احيانا فوزين، بس 50% هي احتماليه الفوز بهالامور اللي عندي. طبعا لو اتوقع لو كله عندي ماكس اتوقع يا شباب لعيونكم 5000 كاس لو كله عندي ماكس، بس ما عندي حاليا ماكس. بس اتوقع هيك اتوقع يعني، لانه عم نقدر نعمل هالانجازات بهالجيش وهو شيء مقبول. طبعا بحب شو هات، بحب لكم موضوع هيك سريع بس بدي اقوله يمكن بحلقه الحلقه برول ستار. يلا بس هلا بعطيكم هيك تلميحات عنه. هذا شو هات، شو هاد؟ شو بده؟ شو بده؟ شو بده؟ ما في غير الفتحة، ما في غير الفتحة. نبلش اهجم وهيك وهيك، يعني بتيت بعدنا عن ليك البولين اشتغلوا ما اشتغلوا، ممتاز نكمل هجمتنا. اضربوا اضربوا الدفاع الجوي يا حبيباتي، الدفاع الجوي. ايه لك وليك وليك، يعني هذا الدراغون معين على الدفاع الجوي هيك مفروض. روحوا بسرعة لا تعطينا امل، روحوا في امل صفيان هاد. لازم الهيرو تبعنا يقتل الدفاع الجوي، الدفاع الجوي الدفاع الجوي الدفاع الجوي. في امل منيح، في امل منيح. يلا 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 فوتوا فوتوا فوتوا. بصفى بقى الرينج تبع البوالين، رينج البوالين كتير حيلعب دور هلا، رينج البوالين كتير حيلعب دور. اضرب يا بيبي دراجون 59%، بس انا متفائل شوي بهالمباراة، 59% بس متفائل بهالمباراة، متفائل. تعالوا رح نلحق نشوف هو شو عم بيساوي، نلحق نشوف شو عم بيساوي، شو عنده، شو عمل شو عمل شو عمل. اذا هو اخذ 45%، عنده ماكس كل شيء، ماكس نايت ويتش 50%، 62% ماكس هيرو مع ماكس نايت ويتش، اقوياء كتير. بس بدك تمكسهم ما لا سهلة، ما لا سهلة ليك، بس والله أقوية. هذا عمل مسح مرتب، إذا ليكو دخل من فوق من على جنب، شايفين هالزاويتين. والله خصم قوي ماله ضعيف، المرة جابنا 100%. يا سلام عليك يا سلام عليك يا خصمنا، فعلا تستاهل الفوز لأنك أنت لاعب 100%. كل التقدير والاحترام للاعبين اللي بيكونوا بهالقوة هاي وبهالخطورة هاي، هاي الخطورة يعني ما بعرف شو بدي أقول، ما بعرف شو بدي أقول، مدمر مدمر. بس أنا بلومه لهذا اللاعب إنه كيف أنت هيك وكؤوسك قد كؤوسي، مفروض تكون 5000، يعني في منطق بالموضوع. إذا عم لعب مع واحد عنده هيك معناتها شو حنلعب ضد 5000؟ يعني أنا بتوقع نفسه واحد بس بيعرف يلعب أكتر منه، يعني هيك إحساسي. الموضوع اللي بيكون ليها بشكل سريع إني أنا جربت أعمل اليوتيوب ضدنا صاير، أو اليوتيوب ما له معنى زيادة. اللي صار بكل الأمور إني أنا كل يوم نزل مقطعين تقريبا وسطيا، بيجيبوا المقاطع من 5 إلى 10 آلاف. اللي ساويته إني أنا نزلت بيوم واحد مقطع برول ستار و
اليوم اللي بعده ما نزلت مقطع برول ستار جاب 25,000 مشاهدة. يعني فعليا يا جماعة إذا نزل كل يومين مقطع بيجيني مشاهدات أكتر ما نزل 4 مقاطع. ما عرفت ليش بقى هل يوتيوب ما بده يعني إني نزل كتير، هل أنتوا ما بتكون يعني نزل كتير، ما بعرف. أحبطت شوي بس ما عرفت شو بدي ساوي. هذا شلون هذا السور تبعه ما حقدر أكسره على فكرة بهيرو على الهل، بس ما في استسلام. خلي الهيرو يشتغل شغله يخلصني من الجنود، انا هذا اللي بدي اياه منه بس بصراحة يخلصني من الجنود اذا خلصني كمان، هذا اذا خلصني لانه البربر مزعجين جدا. تمام ممتاز، تقريبا استفدنا من خاصية البيبي دراجون لاقصى حد، ما بعتقد فينا نستفاد من خاصية اكثر من هيك. اخذنا نجمة ولسه في امل. حلو حلو، هذا بلش وصل لهون، حلو حلو. بس اذا بوصل لا البوالين ما حتخلينا ناخذ القاعدة، ما في امل ما في امل والله في امل. لنشوف 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 لنشوف. هلا هذا حيموت، لا حرام ليك، هي ليك هي ضربة واحدة، ضربة واحدة هي اللي فرقت على المبنى. 71%، هل هو فوز ولا لا؟ ما بعرف، خلينا نشوف. نعم انه الفيكتوري ضد ليكو. مين ليكو؟ شايفين 10 الهيرو، ماكس مينيون، ماكس بيبي دراجون. منيح، انجاز جيد. حط لكم ريبلاي وننهي المباراه او ننهي الحلقه. بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالحلقه معنا لليوم. ما بعرف اذا حدا بيعرف بموضوع اليوتيوب، انا بعرف كثير منيح بالاناليتكس والتحليلات تبع اليوتيوب، بس مستغرب تماما انه مقطع بيومين احسن من 4 مقاطع بيومين. جربت مقطع كل يوم ما جابوا يعني قد اللي سأواه مقطع واحد بيومين، استغربت كتير. بس لنشوف شو بيصير معنا. بس أنا مبسوط كتير منكم، من كومنتاتكم، من تشجيعاتكم، ومن كمية المشتركين عم تزداد بالفترة الأخيرة بالقناة. ما تكون استمتعتوا بهالحلقة بهالمقطع، وهي نهينا الهجمة تبع هذا القسم اللي كسحنا كسح. شوفوا قريبا إن شاء الله، ومع السلامة.